هادي قبلنا ها مني قال هادي قا زبطت الساعة ايه ودعت مرتك والولاد ايه لبست زنار ايه زنرت حالك بالديناميت ايه الشباب حاضرين ايه بتعرف كيف يشغلوا الساعة لينفجر عيد الزنار ايه من هون شغل بتعرف كيف يوقفوا الساعة تما ينفجر عيد الزنار لا شو لا الله لا يوفقك رحنا لحظات قليلة ورح ينفجر المسرح من الضحك. Ladies and gentlemen, welcome to Comicaz. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بكوميكاز. كوميكاز برنامج كله مزح ولعب وضحك. بدكم تعرفوا شو الكوميكاز؟ كوميكاز هو مزيج بين الكوميدي والكوميكاز. بكوميكاز سلاحنا الوحيد هو الضحك، منستهدف قلوبكم، مندخل عليها الفرحه وعلى وجوهكم منرسم الابتسامه. وبين الفريقين اللي رح يتنافسوا الليله اللي بتضحككم اكثر شيء هو اللي بيربح. بكل سرية في عنا ثلاث ضباط لامعين بالكوميديا ومعهم ثلاث عناصر هن الفرق المساندة. ولنتعرف على الكوميكازيين سوا رح اطلب من الكوميكاز الصنديد انه يتفضل. منرحب سوا بفادي شربل. بونسوار 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 الكوميكاز اليوم. الكوميكاز يا جماعة انتو بتعرفوا شو يعني كوميكاز؟ هن مجموعة انتحارية بس طبعا بدو ينتحلوا لضحكوكم. في معنا مجموعة كتير حلوة اليوم معنا من الكوميكازية. خلينا نستقبل بزقفة كتير كبيرة الكوميكاز الاستاذ الملك بالكوميديا بيير شاباسيان. اهلا بيير. هيدا البقي منه بيير للانفجار هالقد بقي منه بس بيير. الكوميكاز عادة هن رجال بس الكوميكازية معنا الليلة هي اخت رجال هضامة كوميدية من الطراز الاول انطوانيت عقيلة. الله بسم الله. اهلا 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 انطوانيت يا اهلا. نورت نورت نورت. الكوميكاز اللي بدكم تشوفوه هلا هو حبيب قلبي دكتور بالضحك المميز ريمون صليبا. اهلا اهلا. وهلا رح نستقبل شابين من ابرز ستاند اب كوميديان بلبنان الكوميكاز جوزيف عزوري والكوميكاز توني كيروس. اهلا اهلا فادي. نعم نسيت خبر مشاهدينا عن شغله كثير مهمه. وهي فكرت كوميستار. لا تنسينا. ايه معنا الليلي. مين معنا الليلي؟ انا بدي اقول لك. مين بدي اقول؟ ما انا شفتك منيح بالتقديم. كمل انت. هاتي لتشوف. كمل خلينا انا اعطيك ختامها مسك. ختامها مسك. نعم. رح يكون مع النجم كارلوس عزار. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيكم. من بعد ما الكل قعد محله بدي اطلب من كل فريق انه يختار اسم لفريقه. تفضلوا تشاوروا. سيد جورجيك. نعم. شو اخترتوا اسم؟ والله نحن صراحة بختار اسم خلص. نحن فريقنا فريق العزقة. العزقة 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 يعني كل شيء نحن منا نخنقه بإذن الله. إذا فريق العزقة على يمينه بدنا نروح أعمق منهم بعد. نحن البرغي.
هلا بدي اطلب من كل فريق يختار الفريق المساند له، ورح ابدا معك فادي. يلا شو اسمه؟ رودريغ. هذا رودريغ. في اثنين رودريغ، انا رودريغ ام ورودريغ اش. رودريغ ام انا حاسه لا مبين كانه هلا طالع من الحبس، يعني صار له 3 ساعات. اذا فادي اختار رودريغ ام. رودريغ ام. أنتوانيت. انا بنقي كارين. كارين. بس كارين بين عم تضحك، كيف تختارتيها؟ ما علي انا بحب يلي بيضحكوا. بيير. ايه كارين على اساس هن رجال بدهم مره. ليلى. انا ايه ليك ملا تطليع على نيلة. نيلة يعني مش عارفه بصور. خذ نيلة بنت ضيعتنا ترتاح مع نيلة. 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 ريمو مين رح تختار؟ انا رح اختار رودريغ اش. رودريغ اش. بتحسيه خريج حباش. انكيف فيهم لانه اختاروا رودريغ ام. ايه بدك تنقي شو انا؟ يعني نحن فادي واحد مش مخلصين. بدنا فادي تاني تنقدر نخلص. يلا. فادي. 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 انت مين بتنقي؟ توني. انا في شي 7-8 قدامي ضايع. توني في عندك انا وعندك جورج، مين بتختار؟ انت يلا. بدي اعتذر منك لانه ما بقي لك الا جورج. يلا جورج. بدي اطلب من اكيد الفريقين المساندين انه يتفضلوا على مسرح كوميكاز. اهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدا باللعب والضحك رح نحط برصيد كل فريق مساند $3,000، يعني $1,000 لكل واحد. كل فريق مساند بحق له يضحك قد ما بده على مشاهد فريقه، بس ما بحق له يضحك للفريق الثاني، لانه كل مره بيضحك فيها لغير فريقه بيخسر $100. اذا كل ضحكه ب100، اللي بيبقى معه بالاخر مبلغ اكبر هو اللي بيربح، وبيربح تحديدا هالمبلغ. رح نبلش مع اول ستاند اب من فريق البرغي بفقره كومي ستاند مع الكوميكاز توني كيروز. محسوبكم توني كيروز، الأصل منطقة الدير الأحمر أهم منطقة بزراعة الحشيش. شو حشيش؟ شكلنا نحن بنزرع وأنت بتحصد فادي. ها سيف الغنى وسيف الفقر. لا لا يا جماعة نكون منطقيين، نحن أهم منطقة بزراعة البطاطا، بس آخر فترة البطاطا عنا عم تطلع هيك. بلش الضحك. تربي خصبي. تربيت بعائلة كتير متواضعة، من جد وست بخافوا كتير علي، وأم وبي بينفذوا لي كل طلباتي. رح خبرك عن ستي بالأول، رح خبرك بس لإلك أنت بالأول تضحك. ستي هي التيبكال تيتا اللبنانية، يعني ما بتأمن بالحياة إنه في شيء اسمه خزانة بتشيل منه الأغراض، ما بتأمن في شيء اسمه جارور بتشيل، لا. تيتا بدي $100، يا تقبر عظام على التيتا. هيدي $100. ليه تيتا بدي مفك ال 14 يا طق برعدام مفك ال 14 تيجي بتسأل اخر سؤال بتقلها تيتا طب اذا هو كلهم هون صدرك وين؟ احول حرام حرام ستة عن جد بلشناها. ستة مرة قررت تنتحر، خلص سكرت مع الدنيا، راحت عند جارتها منيرة، قالت لك يا منيرة إذا الواحد بده ينتحر وين بيقوس حاله؟ على القلب؟ قالت له على القلب، قالت له القلب وين مايلة؟ أي مايلة؟ قالت له وين مايلة الشمال تبع صدرك؟ تحته بشوي. قالت له أكيد يا منيرة ما بديش غلط، قالت له قطعت لي هم، مايلة صدرك الشمال قوسي تحته بشوي بيمشي الحال. إجت نهار ستة عم تعرج. الأجمل من ستة مين؟ جدي. جدي عطوه بفشخ فيي عن نسوان الحي، يمكن لأن الوحيد من بيت كيروز اللي بيعرف لغات. عطول كان يجيب الكرسي يقعد على الكرسي اللي تعال جدو قرب عاد هون، بتعرفوا كيف كانوا غنجونا؟ كانوا يرقصونا على جنب وقلة قلة قلة وقلة قلة قلة وقلة قلة قلة. بقلي عاد وقلة قلة قلة، يعني أنا لو طلعت بدي ما كنت تفاجأت، يعني عرفتوا كيف؟ قلة قلة قلة. لا ما تاخذ هلا على البوزيشن انت. بس مرتاحه عليا كثير. انا هيك خلص.
يوصل يقعدني جدي بده يفشخ فيي على جارتنا يقول لي جدو يلا قرب يلا 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 الا للطونت بونجور بالفرنساوي يلا هي بونجور الا طونت بونجور بالفرنساوي سرجي ما تقول بونجور مثلا هيدك اليوم اجى بده يفشخ عليا كثير قال لي الا هاي بالانجليزي بيعرف لغيت بيعقد جد عن جد اجمل منهم من كلهم امي امي مسميها على التليفون وينك لانه كل ما تدق لي تبلش وينك بابا يا بابا يا بابا يا بابا مش بس هيك بلش ترجو بارض وينك ماما وين ماما اكيد انتو بنطلياس اكيد لا بس لا نصفحت في انفجار بنيجيريا يا ماما حرام امي عن جد مبلومة اجمل منه كلهم مين بيي بيي بيجي طويل طوله شي متر و شي متر هو هني وعطول كان يقول لي جملة وحيدة وقتا كنت بعمرك منطقة البوشرية مركعة لو بيي منك راكع خلقة يا زلمة مركعة يعني إذا بسفقوا شوطة بيجي بالبوشرية يعني بس تأحكي ضميري عن جد بيي مركعة لأمي مركعة كذا مرة هيديك اليوم شفتها بالأوضة راكعة عم تقول له طلع من تحت التخت ولا جبان طلع من تحت التخت ولا جبان بعقب يا عن جد شو بو صار معه فطيق الزلمة بيي من النوع على طول بيتعامل معنا نحن بالبيت على اساس في 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 حدا بده يفجر حاله كوميكاز على اساس انه كلنا كوميكازيه بالبيت على طول كل ما تيجي الجاره لعنا كان يقول لي البابا جمله وحيده ما بعرف ليه كان يقول لي اياها كان يقول لي يلا بابا فرجيها الزيزي للطنط فرجيها الزيزي للطنط استرجي ما تفرجيها الزيزي للطنط يعني هذيك اليوم اجت جارتنا قلت له شو بابا فرجيها الزيزي للطنط ركزت عليها مزبوط هيك قلت له شو بابا فرجيها سجيه للطنط قال لي لا سبقتك شكرا يا جماعة ما فيني انكر انه فريقكم عبضايات فعلا ما كتير ضحكوا بس خلنا نشوف كم مرة ضحكوا مرة اثنين ثلاثة أنا ما كنت عم شوف منيح سبع ضحكات وصار الرصيد $2,300 مثل ما بيقولوا ستاند اب بجر ستاند اب فخلينا نشوف الفريق الثاني شو عنده الليله مننتقل لفريق العزقه وبدنا نطلب من جوزيف عزوري يتفضل على المسرح بس نكون بمطعم بس نكون بملهى ليلي سهرانين شي محل مضطرين خلينا حشنا بنفوت على التواليت وعنا المحلات بلبنان غريبة عجيبة انه كلهم بيكتبوا مثلا women men ladies gents شباب بنات بس في محل كتير فرنساوي عايش الحالة ومبسوط بالوضع حاطت صورة ماري انتوانيت وصورة لوي كاتورز انه اتنينتهم لابسين كعب اتنينتهم شعراتهم طوال اتنينتهم لابسين تنور انا وين فوت هلا في محل تاني بيقدم اكل اسباني بتعرفوا بايلا ودني وكذا وخبريات فتنا لعنده بس ما عنده كتالوج للحمام خي الغلط انا ما بعرف كاتب الاسباني حاطط امبري مخير صرت وقفت هيك انا قدام امبري امبري يا عمي ما انا عندي امبري مش امبري رجعت وقفت قدام مخير لا ما عندي مخير كبير انا بلكي هلا في محل عايش الحالة على الاخر وحابب يضيع هالناس عن جد جديا حاطط على باب اكس 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 ايغريك اكس اكس واكس واي صرت انا اخر كور بيولوجي اخده من 15 سنه صرت ضايع كنت انا ورفيقي فؤاد قلت له فؤاد نحن اكس اكس ولا اكس ايغريك قال لي ما بعرف لما دام روحانا معلمت البيو هذا
الو مدام روحانا سوري عم بدي اقول لك نحن شربانين الساعه 2 بالليل بس ضروري اعرف اسكوني اكس اكس واكس جريج وفي محل من المحلات هول كلهم موجودين على فوقه حاطط على باب الحمام برغي وعزقه اني هلا انا صرت فكر صرت تقول انه انا شو بدي بالبرغي انا بدي العزقه رحت على العزقه صحتين فتنا اضطرينا نفوت عند العزقه لانه مفول البرغي واصلا انا ما بدي برغي انا برغي كثير بالحكي بالسبع فتت فتت على حمام العزقة وسأبت مضطر يعني بدي شاور يعني ما في عم شاور وتطلع هيك مرة بتقلي يا هيدا للنسوين قلت لها بعرف للنسوين ليش هيدا لمين بعدين بمرة من المرات رح خبركم خبرية مهضومة مرة من المرات بالحمام قاعدين على يعني كان في رجالين بهالمحل قاعد الآن بالحمام ما في قاعدين بالحمام رجالين كل واحد بأوضة طبعا وعم بيخلص هيك طلع لقى ما في رولو تواليت ما في ورق شو بيعمل هيك انه الخشب لبد على اللي حده شيء سمع نفس الصوت قالوا ليك عندك رولو تواليت قالوا لا يا شيخ والله ما عندي رولو تواليت قالوا طيب ما بعرف شو بدي اعمل شو بدي رولو تواليت قالوا ليك عندك شي مجلة شي جريدة شي ورقة من قريبه بمحفظتك قالوا لا يا عمي ما انت عندك قالوا لا عم بطلب منك فكر هيك شوي قالوا ليك معك صرافة 20,000 مرسي خلينا بنهاية المرحلة الأولى نشوف النتائج ونشوف شو بقي برصية كل فريق منشوف سوا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ضحكات وبقي $2,100 بس ما ننسى انه بعدنا باول تحدي وبعد في محاولة تانية لكل فريق حتى يتحضروا الفريقين للتحدي التاني استراحة صغيرة ومنرجع من بعدها ومنتابع بدوز اعلى من الضحك بفقرة كومي سكاتش من كومي كاز شو صاير مع ريمو؟ معقول متحمس بده يتجوز بيسيكلات؟ خلونا نشوف سوا هالمشهد اللي كتير بيضحك بفقرة كومي سكاتش نعم مدام نعم فهمت بدك وحدة على 3 دواليب 3.5 تكرم عينيك وثلاثة كبار بيناتهم وحدة كورس ايه على راسي ثلاثة كبار ايه اوكي الو مين؟ ايه خيي ايه عم فتش على مكتب هدول اللي بيعرفوا على البنات ايه ما انت دليتني ما بيروت ضايع انا صار لي ساعتين ببرم من بيروت مش عم بعرف بفوت بالزاروب بطلع بالتاني ايه شو اسمه المكتب؟ ايه حافظ اسمه ولو زوجني وفلجني ايه لا مش هيدا هو زوجني وبعجني عن جد انا حافظه زوجني وفرجني ايه هو مالي خيي لقيت المكتب لقيته زوجني وفرجني لك خيي الله خليك صلي لي تا الله هيك يوفقني بشي عروس حلوة هيك صار لازم لي Oh.
بابا ماما بونجور بونجور الداعي ك ك ك ك ك ك ك ك ك كساب انا اسمي كساب من وين تعرفنا استاذ والله انا تعرفت عليكم من الدعايه لكم على الانترنت وهيك وعلى الفيسبوك يا اهلا وسهلا تفضل تفضل ارتاح وصلت الله يخليك ليك مسيو عندنا مسيو كساب طلع دغري مسيو كساب عندنا اذا ما لقيت طلبك عندنا يعني ما رح تلاقيه مطرح تاني لانه نحن بكل تواضع عندنا كل شيء يعني اذا بهمك الشكل بدك اياها غير شكل يوجد قص طبعا غالية شوي هلا اذا ما كتير بتفرق معك الشكل في اعطيك وحده شكلها مقبول وبتحمل وما بدفعك كتير كيف يعني بتحمل يعني بتحمل بتحمل يعني اذا لكشتها ضربتها وقعت انت وياها بتحمل بعدين اذا صار لها شيء ما بتأسف عليها انا بدي هلا هالي بتحمل استاذ بتكلفك حوالي $1,000 وما فوق بتعرفي انه انا احوالي على قدي يعني انه وانجا يعني انه خليني شيء هيك لاقي لي شيء ارخص شوي يعني $1,000 في عندي في عندي في عندي وحده بس $700 بس بس شو؟ وقف شوي مش على الاسود نجي الاسود الان لا 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 ما بتزبط ما بتزبط تقطع لك نفسك ما فيك لي هل قد ما قوية؟ عندك مشكلة إذا كانت صينية؟ دخلك الصينية ما بيكون هيك بالعرض؟ عيونهم؟ ليك يا مسيو كساب مسيو كساب رح لك شو مشكلة الصينية الصينية خصعة يعني لا تلقني بتشقني انت ما تقول غشيتك هيدي مشكلة الصينية خلص بلي لك الصينية ايه دخيلك بلي لك الصينية طيب ما قلت لي انت لشو بدك اياها بدي اياها لل لا تركبها اكيد بعيني معقولين هيك هن معمولين لهيك فهمت يخرب بيتك شو زعره جريئة. انا بقصد انه لشو بدك اياها للشغل او هوايه لشو الشغله الثانيه كيف للشغل جايبها بدي شغلها هيك هوايه هوايه بعدين انت بتخزين اسعاركم كثير غاليه انا كنت عامل حسابي $200-$250 هيك في عنا بهالاسعار عنا بس انا ما بنصحك فيهم ايه ليه انه بهالسعر معناتها كانت مع واحد قبل إيه؟ وزهق منها ردلنا اياها من بعد ما يكون حرق سلافة شو مفكر يعني شو بدي 100 واحد طالع لا لا يا اختي لا اعطيني تبعية $1,000 يلا بصير انت ما دع تبعية الالف ايه تبعية الالف يلا طيب بدك بدك عليها زوايد ايه ايه بدي بدي فتحة بالسقف
لا يا مسيو لا يا مسيو كسيب أكيد ما بيجوا معهم فتحة بالسقف أساساً ينفتحة من كل الجهات ينفتحة من كل الجهات انه اكيد لا فتح من الجهات اذا بدك ما تحتلم ما تحتلم اذا بدك فينا نخترع لك هيك شيء غطا لتقدر تركبها بالشتوي انه بنركبها بالشتوي فهمنا بس بالصيف ممنوع لا 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 يا حبيبي بالصيف مش ممنوع بس بالصيف ما بدك غطا شاب منصير ندبي هي دخلك لا ايه معك حق هلا اذا اعتمدت على تبعيت الالف دولار لنقول لهم للشباب يزيتوا لك اياها ليش الشباب بدهم يزيتوني اياها لا زيتها ولو انا شنو قصدي انا بزيتها طفل الشباب عم بخففوا عنك احلى ما تصير تزيزق تحتك في اسألك سؤال اسأليني سؤالين حس انك مش طالع على وحده قبل بلا بدك لدغري هاي أول مرة إحساس بمحله طيب شو رأيك؟ إيه؟ تقوم تجربها شوي قوم جربها هلأ شو خسران؟ هلأ؟ هلأ وين؟ برا على الطريق ورا ال ورا المحل ولا ممكن كده على الطريق هيك قدام العالم كله وكله لا ولا ممكن في شرطة في أتيب هيب يا خي كرمالك كرمالك الشباب هون بحطوا ايدهم معك بيعلموك كيف بيسايفروك ولا ممكن ولا ممكن حدا حط ايده معي هل قد ما مبين علي على الصور روح تمرن بالبيت على راحتك وعلى مزاجك لكن اعتمدت وحده تبعت الالف يا شباب حدا يطلع لنا المانيه لا شو المانيه اختي هتلر وما هتلر انا اجي اعرف احكي لبناني بدي احكي مع الماني شلوخ مخ لا استاذ كساب كساب استاذ كساب ما تحت الهم بيجي معك كتالوج بيشرح لك كل شيء وين لازم تحط ايديك وين لازم تحط اجريك ما تحت الهم ما تحت الهم ما في مشكله على هالموضوع طب في غير يعني في تليانه في اكيد لا. بدك تليانيه إيه؟ يا شباب حدا يطلع لنا وحده تليانيه من الديبو من الديبو شو حاطينهم بالديبو وين بدنا نحطهم 200 300 بسكليت وين بروح فيهم هلا صار ساعة عم نحكي عن البسكليتات تركبها بتطلع عليها بتروح بتجي بتجربها بسكليتات انت شو فكرت لكين صراحة انا ما جاي اشتري بسكليت انا كنت جاي على مكتب زوجني وفرجني انه ايه نتعرف هيك على بنات ويلا انت جاي على زوجني وفرجني لا يا حبيبي سوء تفاهم زوجني وفرجني بتطلع من هون على هالدرج الطابق اللي فوقنا دغري بس هني حاطين ارمتهم هون ليشوفوها الناس انت جاي بدك عروس ايه بدي عروس شو مواصفاتك تكون حلوة مهضومة هيك لذيذة هنو ايه حلوة هدول هني شو رأيك في شو قلتي شو رأيك في انا كيف بدي لك اياها يا صبي ويا صار
هذا المسكلات. تعالي خرجوا بسكليت ولا قاعدة خرجوا تراكتور يدعسوا ولا خرجوا بدمبر. مشهد كتير مهضوم وخلاله الفريق المساند لفريق العزقة ضحك. بس قد ايه ضحك؟ خلينا نشوف سوا. الله يستر بيير. اثنين ثلاثة شو أربعة افك بكسب لازك بالحب سبعة ثمانية عشرة حداعش يعطيك العافية خمسة لا لا تسعتاشر مرة. مننتقل لفريق العزقة ولوقت ما يحضروا حالهم بضحكة للانتقام بمشهد بزهزه عفوا بضحك. استراحة قصير ومنرجع سوا منتابع كوميكاز. اهم شيء بالسواقة الرواق تهذيب. وكمان لما بدنا نسوق شو جمهور شو لازم نعمل؟ لازم ما نسرق. ما نشرب مزبوط لانه اذا وقفكن حاجز شو بيصير؟ خلينا نشوف سوا مع فادي وبيير. الحب سكارى سكارى مثل انا مضروبه مضروبه مضروبه. الله لا يوفقك الله لا يوفقك على الحاجز. على اليمين يا خي هلا طلع لي فريم تحت اللي على اليمين شو بعرفني مين هلا عم بوقف السياره بالاول عم بتكروا لي وقفناها طفيها طفيها للسياره بطفي السياره؟ ايه ما فيها تطفي السياره. ليه بقى ما فيك تطفي السياره؟ لانه بصيروا اثنين مطفيين مين بيوديني على البيت؟ هلا 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 هلا. من وين جاي وليه؟ من هنيك. وين هنيك؟ أنا جاي من بطن الواشي. شو؟ بطن الفيش العاشي. لك هيدا العصفور الكبير شو بسموه؟ البجع. لا أكبر منه. نصر. لك هيدا اللي بيعوصل ما بيتاكل. ها؟ البيشي. بيشي. ماشي صح. أنا جاي من بطن الباشي. من ظهر الباشي. ظهر الباشي. ظهر الباشي. تربح إيه معنا. اها ولوين رايح؟ رايح على درس الديب. شو هاي؟ سن الديب سن الديب باردون سن باردون. وين في سن الديب؟ لك هيدا له خرطوم شو بسموه؟ فيل. فيل جعل. على سن الفيل. سن الفيل. سن الفيل. سن الفيل. نعم. ولي معقول مخك انت؟ ماشي 200 على الاوتوستراد وبتصفق فرين بنصدين الاوتوستراد؟ يا فريم مين ما ضربت حدا انا لا فريم ولا غير ما سمعنا فريم منو فريم هذا؟ ما سمعت فريم؟ ما في فريم ما بعرفوا لا فريم ما تبلش اذا بتريد انجع شايفك انا انجع انجع شايفني؟ لك شايفكم بلا شايفكم انا شايفكم؟ ايه شو اسمك؟ كم واحد شايفني؟ ما انت وخيك شق التوم. مش انت وخيك واقفين؟ رد علي هلا قديش شربان؟ لك انا بدك لازم مزبوط؟ ايه لا شربان شربان قديش شو؟ شربان قنينتين كونياك كوكتيل شقف كوكتيل شقف عفرز ايه عفرز طيبين ولا طيبين عفرز ايه, ايه ورجعت طفيت ببطحة عرق 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 سوس عرق سوس عرق سوس عرق سوس عرق سوس ورجعت اخذت معهم كبيتين رد رد واين ايه كنت واين. رايح انت مشان هيك مش ايش يعني لا شايفك انا شايفك انت مين انا مين انا انت انت البوليس ليك مفوخ بنفوخ ايه مفوخ 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 بوجه بخير وليه؟ وليه شربان سيترن ويسكي؟ إذا بتريد، إذا بتريد، أنا شربان بس جون فالجون شو هاي؟ جون فالكالكول
سون كالكول انا شربان بس سون كالكول اذا بتريدوا هذا مسموح فيه انا شايفك دوليا. سون كالسون كمان سون كالسون وبعدك عم شو هالسعيل هيدا اللي طلعنا عم وين راح هيدا ما انتبهت هديني قعدني يعطيك العافية ما انتبهت ما شفته هلا خبرني خبرني وين كنت وليش شربت وقديش شربت وليش شربت من يوم لا من يومين لا شو من يومين لا من يوم من يومين كنا صغار شو ها فلفش صدى حكايات خلف الضوء يمكن في غفل يمكن شي غفل شو دخل وديع الصافي بالدق ما بعرفه ما تبلش شو ما تبلش ما تبلش اذا بتريد عم شو هالسعيل هذا اللي جعلنا بلال شو بدك شو بده وديع شو بده وديع حبيبنا كنا سهرانين نحن والشباب اوكي عم نسفق سكره اوكي هيدي فهمناها بفوت شو اسمه بلال وانا شو اسمه شو بعرفني شو اخذ هذا شو اسمه راحوا كلهم مع شو اسمه وبتفوت صباح 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 مين صباح صباح الخير صباح النور هلا حبيب قلبي كيفك انت يسعد صباحك يا غيا اوكي عاد عاد شرف عاد 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 ونودة اجت صباح اجت صباح اسم عائلتها خير صباح الخير عائلتها صباح الخير ايه ايش صار مع صباح عاد ما في في جمهور ما فيني الا وشوشني يا ويلي شو تايب صباح نتفتك انتيف صباح يسعد صباحك هالحلو يا صباح شو بدي اخبرك عن صباح صباح الخير طيب وين تعرفت عليها لصباح خي رحنا على هيدا تبع درس الديب سن الدي سن الفيل بيتها هونيك ايه بني بيضا هي سكنه بالتسبع تسبع تسبع على خير انت وانت بألف خير خلينا نشوفك صباح بيتها بالسابع ما ايه يه بالسابع عفاك بالسابع تطلع بالاسانسير الباب اللي على اليمين عفاك اللي بس عفاك باليمين تعرف والله صباح ولا صباح الخير هي مشهوره ايه بقى اوه بعرفها ايه ايه ولا ليك تعرف شو اسم جوزة لصباح يا خي هذا واحد بهل جوزة ليه ما تاخذني عم بتدشى ايه الدشة ايه ب ب ب هلا خليك جوزة اسمه بيير 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 الخير بيير الخير هو قد الخير ما شاء الله انت بتعرفوا لبيير الخير اذا شفته شخصيا في احتمالات لا ما بعرفه بس قالوا لي متعرض مصغر مدعبل مثل طاسة الرعبة الداعي بيير الخير جوزة لصباح انت بيير الخير جوزة لصباح جوزة لصباح الخير هالدنيا شو صغيرة والله انا شايفك قبل برا انت جوزة صباح يا خي انت ليش عم تروح خدمة ثلاث ايام حتى انت تروح لعندها ثلاث ايام لا انت كيف طيقة له هاي صباح مرتك طيب انا مجبور فيها انت شو علقك فيها يا خي هي كتير خيرة كبيرة لنا والله انت يا بيير الخير كيف معلق فيها المرة حرام لا انا في ناس عرفوني عليه انا ما بدي اتجوز فوت ما بدك تتجوز فوت انا فتحت الجوز فوت يا بيير الخير خد لك مصة خلصت الخدمة يلا خليك يلا خليك ايه شراب لا لا شراب
حطينا قلبك. هيك خبرنا يا بيير الخير، خبرنا شو قصتك مع صباح يا اخي؟ من يوم لا من يومين من ثلاث ايام. هيدا هو كفل. خليكم الله يخليك يا رب، يعطيك الف عافيه. خويجه حلال، هلا كيف جيب الاضواء. من بعد ما انتهينا من تاني مشهد الليلة، خلونا نشوف شو بقي مع الفريق المساند لفريق البرغي. خلينا نشوف قد ايه ضحكوا. ضحكة ستة ثمانية تسعة عشرة ما عم لحق، 12 13 16 ضحكة. أكيد كلكم عم تتساءلوا مين ربح ومين خسر الليلة. يلا خلينا نشوف سوا شو هي النتيجة ومين الفريق المساند اللي ربح بنهاية هالثلاث فقرات. نعم. الفريق المساند لفريق العزقة بقي معه $400. والفريق المساند لفريق البرغي بقي معه $500. وربح البرغي على العزقة. مرة جديدة حضروا حالكم، وقبل الموجة جديدة من الضحك مع الضيف النجم لهالحلقة، كمان استراحة سريعة ومنتبع من بعدها حلقة اليوم من كوميكاز. وصلنا لفقرة كوميستار، وضيف كوميكاز الليلي اسمه على بطاقة الهوية كارلوس جوزيف عزار. لكن بالفن ولا مرة لبس جاكيت بيو أو سيق سيارة بيو تيوصل على التلفزيون أو على المسرح. عمل حاله بحاله ومن حقه يشوف شوي بحاله. نجم شبوبية والفنان المتكامل الصديق النجم كارلوس عزار، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير كارلوس. مساء الخير. مساء الحال. اهلا وسهلا فيك. عادي عادي، ما في شيء يكفي، شيء طبيعي انه بس واحد يشوفك يصير هيك يعني. كارلوس عادة في مثل بيقول كيف ما تحطه بيجي واقف، انت كيف ما يحطوك بتجمل. كيف ما تكبه بيجي واقف. عم تعديها كمان. ماما. لانه انت شكلك بتجي نايم، شو مشكلتك مع النوم؟ لا هي مشكله قديمه، تخطيتها كان عندي مشكله بس تخطيتها يعني. كنت طب حدا بينام بالنايت كلوب؟ انه نورمالي بيكون واحد رايح، او عاده بيكون واحد رايح على النايت كلوب لا يرقص. اغلبيه الاحيان لما نروح تسهر بتسائب انه بكون نعسان وتلفان وتعبان ومصور كل النهار وبروح هيك بس لانه واحد على باله يغير جو. أوكي. مره سائبت انه خفيت بالنايت كلوب مره واحده، كذا مره. طيب. اغلبيه المرات يعني. كارلوس جسدت لهلا شخصيات دراميه باعمال مع حفظ الالقاب، شكري انيس فخوري، منى طايع، نبيل عساف، جيسكار لحود، مروان العبد، جبران ظاهر، كلوديا مارشليان، جان اسيس، ومروان نجار، وغيرهم كثير كثير يعني. اذا بكمل عد يمكن ما بنخلص. بنعرف عنك انك دبلوماسي، بس اي كاتب او اي شخصيه بتحب هيك انه لقيت حالك بترتاح او يمكن ترجع بتعيدها؟ ما في شخصية عملتها ما بحس انه ما كانت بمحلها يعني، ما في شيء عملته هيك بس لانه كان بيشبهك اكثر شيء. مثل دوري بعصر الحريم. بحبه كثير هذا الدور، كتبته منى طايع اكيد يعني من هلا لاخر الحلقه مع حفظ الالقاب للجميع. ما بيشبهني بالمره بس بحبه كثير يعني. دوري بمالح يا بحر بحبه كثير، ديول غرام بيشبهني كثير وبحبه كثير يعني. اذا قلت لك في دور واحد وبدك تعيده اي دور بتختار؟ برد. دور البرد. هذا احسن واحد صراحه.
بعيده دايما هيدا. هلا وصل وقت التحدي، لما تفتح الشاشة رح تلاقي ديكار مسرحي بسيط، المطلوب منك تتابع ارتجاليا بالمشهد يلي رح يمثلوه معك الشباب بدون ما توقف لحد ما تسمع الزمور. رح اطلب منك ما تزعبر، تغمض عيونك. تغمضن هلا، عم اقول لك ايه، غمض عيونك. انت بوجهي بدي غمض عيوني بليز. هذا اصعب طلب انطلب مني يعني باخر فتره، باخر 3 دقائق. غمض عيونك ومد ايديك بليز. نعم نعم على العميانه. شو حكايتكم انتوا والامثال وغمض عيونك ومد ايديك وشو في ايه؟ شو بغمض عيون؟ ايه انت معهم ولا انت ضدنا ولا مين؟ اه معنا. اوكي ايه شو بغمض عيونه هلا ها ومد ايديك. في شيء ورا طبش طبيعي ولا بكمل ولا يه 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 لا لا لك بس لك بس. ليه عم تضربني؟ ليه عم تضربني؟ مغمض ولا فتح؟ لا اوعى تزبر ولا كلمة. لك يا استاذ يا معلم يا محترم شو في روح ولا كلمة. كارلوس صار فيك تفتح عينيك. هز ولا كلمة. شو هذا؟ لا كارلوس شو لوين؟ ولا شو لك لوين؟ مثلي لك يا خيرو. صفوا صفوا يا خيرو، صفوا صفوا مع المتعمل. أفان 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 يا أفان. ولا كلمة. صفوا مع المتعمل يا خيي، صفوا نيكو عفوا نيك مع المتعمل يا خيرو. هون صفوا خلصنا. ايه بعد بوزيل منير منير ولا منيره؟ منير منير. نعم طلعي لي بالشباب هودي، اي واحد حاول يتعدى عليك يختصمك. شو يا خي اساس اذا بتريد كذاب كذاب. لك ممكن بس اذا بتريد كذاب. لك يا شوي اذا يا عمي بقى شوي شو جايبني انا واقف على محطه الترين؟ زيق شوي الله خليك. طلعي لي بالشباب شو في لي اي واحد في الاول واحد. هذا هذا لك عملناه بلطف، هذه شهوه، هذه الدم هذا شهوه. طلعي لي في لجنه انت وصغير. سيدنا في مجال يقرب لقدام ويتفتل نتفه، لانه صراحه انا ما كثير ركزت على وجهه. ما ركزت على وجهه؟ ما بتعدى عليك؟ ما تعدى علي وانا كثير كثير اخذ على خاطري، لانه انا سيدنا اكره شيء علي واحد يبلش بالشغله وما يكفيها. منيحه قريب يا عتيا قريب. هاي وقف لي هون لشوف. طلع أي انت اي وقت كان الهجوم عليك؟ الهجوم كان دغوش دغوش، يعني ما انتبهت كثير. برملي نتفع مول معروف برملي هيك لشوف، بلكي من ورا بتنتبه على شيء. هلا هو مش ستيلي بس خليني اتاكد. اي اكدي لي اعملي معروف. برم فتول شوي فتلك نتفي فتلك نتفي. ما بعتقد سيدنا، لان هيداك هون هون كان مقطع. مقطع مقطع مقطع. هيدا موصل، هيدا مقطع موصل وفايت بشهره. ما بعتقد بس خليه احتياط. روح روح لعندك طفى هلا. سيدنا جابر جابر راك. طلعي لي بهذا لتشوف هذا. سيدنا معلش اسكت كذاب كذاب كذاب. طلعي لي يا خيي خليه يحكي. خليه انا قصدي هو، انا قصدي هو. سيدنا انا والله كنت واقف، كنت عم بحكي، كان في مادموزيل ران، كنت واقف عم بحكي معها. في ران اجى كلبشني وقال لي فوت لجوا، انا ما لي علاقه فيكم ولا شايفكم بحياتي كلها. طلعي لي شو في لي هذا الشاب هذا؟ هذا هو في في يضرب نتفه. ما بعرف اذا بتريد برملا نتفه. انا قلت لك ما ركزت على ما ركزت على وجهه. قرب قرب نتفه لهون ما معروف هون على النص هون. وطلعي لي فيه لشوف. فيك تبرم شوي بليز؟ تبرم شوي بليز. شو فروج ويعني هيك طلع لي شوف. لا ايه بيستاهل بعد بعد بيستاهل بعد. انت وقت شوف بعد شي 3-4 برمات. مدام منيا مادموزيل منيا مادموزيل منيا يا ريت هيدا المطلوب. معلش في شوف هون باردون سيدنا ما توخذني. شوف شوف هو هيدا مقطع يعني ممكن كثير يكون هو ليك. ايه ايه مقطع ليك يا تسمح لي دس. لا دس صغير بتزكزك هلقك. ما فينا عن جد ما فينا والله ما مادموزيل منير يا رواق. انت وقت طلعتي فيه رواق
ايوه وانا نقي. طب خلص يا ام دخل خلص ما انت وقت طلعت فيك انت بكامل وعيك. لا لا, لا لا ما بدي اظلمه, انا كنت شربيني كيس فيا ريت فيك تامن لي شي كيس لحتى اكون بنفس الحاله. تكرم عينك في ارجع دس ولا ويلا هذا كيس صحتين على قلبي. مدام منير مدام منير انا ما صراحه صراحه يعني كان بودي صراحه التقي فيكي بس مش ما حصل لي الشرف. ليش انا هلا موجود هون؟ كيسك كذب سيدنا قال له كذب كذب كيسك كيسك طلع لك حبيبنا انت امبارح بس واحد حمص على السبعه ما معروف استاذ زكريا حمص خيي نزلهم استاذ زكريا. خلينا ناخذ اسمه اول شيء. شو الاسم؟ مين انا؟ لا انت هونيك انت ايه ما عم نحكي معك ما بين عم نحكي الاسم اسم شو نسي اسمه؟ كارلوس كارلوس عزار 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 ما يكون هذا الشاب اللي بيمثل وبيغني هذا هو هذا هو كارلوس عزار هذا اللي اعتدى عليك عم اقول انا شفت يالي شو رايك شفت وانا كل الوقت عم اقول وين شايفه هال بس انا ما ركزت على وجهه ما ركزت على وجهه ما ركزت على وجهه يا مدام انا بمثل وبغني ما سمعنا بس تنتاكد هلا اذا غنيت بتبرقوني ولا والله ما بعرف شو كان عم يغني بدك تسمع الاه منه كيف تطلع هو اه وانا اخ هو اخ وانا اخ بس شو لو بسمعنا شقط صغيره هالقد هالقد قبليني حلف القمر الله خلص خلصت يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك بالحسن لا قبلك ولا بعدك يا روحي يا روحي كملت اوصافك يا روحي الله براءة يا خي براءة قبل يا سيدنا قبل ما تحكي بس عندي يا روحي ثلاث مرات لا اتاكد يا خي الا يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي نعم هذا هو هذا هو هذا هو لا ما تفك ما تفك ارجع بكله هذا هو هذا هو ارجع بكله لنتاكد اكثر شو لازم نعمل هيدا هو بس قال يا روحي عرفته من الاير تبعه يا روحي روح دغري عرفته من الاير عرفته يلا قوم لبس قوم لبس الجريمه قوم قوم لبس الجريمه لك انا بيني وبيني بنهاية هالحلقة شكر كبير لكل الكوميكاز اللي شاركوا معنا الليلة فادي شربل بيير شاماسيان جوزيف عزوري أنتوانيت عقيقي ريمون صليبا توني كيروز وشكر للفريقين المساندين إلون وألف مبروك وأكيد شكر كبير للفنان النجم كارلوس عزار اللي رح نختم معه الحلقة بأغنية يا مجنونة. منرجع منشوفكن الأسبوع الجاي مع تحديات جديدة ومشاهد طريفة دايما بنفس التوقيت. باي باي.